كان مرة أخرى كنرحبوا بكم في حلقة جديدة من حلقات اللي كتقدمها لكم قناة المهرجان، باش نقربوكم من كل كبيرة وصغيرة على فعاليات الدورة 17 لمهرجان السينما الإفريقية بخريبكا. هذه الحلقة متميزة وخاصة، علاش؟ لأننا كنستضيفوا في بلاطو القناة واحد من الفنانين المغاربة، الممثلين المغاربة اللي بصموا تاريخ السينما المغربية والإنتاج الفني المغربي من خلال الشاشة الصغيرة والشاشة الكبرى. سي محمد الشوبي، أهلا وسهلا ومرحبا بالمشاهدين ديال هذه القناة، وتحية لهم من هذا المنبر. ومن طبيعة الحال سي محمد الشوبي ما يمكنش يوصل للمشاهدين الكرام إلى ما كانش عندنا جنود وراء الكاميرا، ولهذا غادي نقدم لكم شاب ولكن تجربته كبيرة ومتميزة، فهو مدير تصوير ومخرج ذاك الشبل من ذاك الأسد. القاسم المشترك بيناتهم شويكا، ماشي دريس شويكا المخرج، ولكن فاضل شويكا. مرحبا. إذا نحن فرحانين باش تكونوا معنا اليوم في بلاطو، وبغينا نسولكم على الأجواء اللي عشتوها في هذه الدورة ديال المهرجان السينما الإفريقية. كيفاش شفتوا المهرجان في هذه الدورة ديالو سي محمد شوب؟ هذه الدورة هذه يعني تميزت بزاف ديال الأشياء، منها أنها يعني واخدة طابع يعني سياسي كبير. علاش؟ لأنه كنعرفوا أن جلالة الملك مشى لإفريقيا وعطيت دول افريقيا، وغادي نتعاونوا مع افريقيا يعني كافريقيا، حتى حنا نيت يعني غادي نفتحوا يدينا لهاد يعني ذراعينا لهاد سميتو الجميع، يعني الثقافه، الفكر، السياسه، الاقتصاد. هنا يعني هاد المحطه 17 في هذا المهرجان العريق جدا اللي يعني تبارك الله راه دابا شحال من يعني سنوات كثيره هو كاين. هذا المهرجان دابا غادي يعني كنأكدوا به اننا راه فاتحين منفتحين على 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 العوالم كلها، على العالم كله ككل، وعلى اشقائنا واصدقائنا الافارقة اللي كنعيشوا معاهم في نفس القارة. تماما سي محمد الشوبي، فهذا المهرجان هو فرصة من اجل الانفتاح على الانتاجات السينمائية الافريقية وعلى الصورة. وعلى ذكر الصورة غادي نمشيو لعند سي فاضل شويكا، فهو مشرف على محترف او ورشة ديال الصورة، فلكن ممكن تقربنا اكثر من هذه الورشة اللي كتشرف عليها. الورشة اللي كتشرف عليها في الدورة هذه 17 اللي دائما هي ورشة تصوير، وهاد الورشة هادي مولف عليها واحد الشابة سنين من إيديسيون واقيلا 15 ولا 14، ولكن يعني الورشة ديال إدارة التصوير ولا ورشة ديال الصورة بصفة عامة. الأهداف ديال ورشة الصورة هو يعني مثلا نعطيك مثال في مدينة خريبكة، يعني قبل في الورشات اللي قبل، يعني من ورشة ديال الصورة في الصور ديال خريبكة السينمائي، يعني خريبكا خرجت من مينيموم ب دو تكنيسيان بروفيسيونيل اللي مشاو وتبعوا القرايه ديالهم ديال الصوره في فيزيك وتخرجوا اون كو كاميرا مان بروفيسيونيل، ودابا تيفكروا باش يوليو دي ديريكتور فوتو بروفيسيونيل من مدينه خريبكا. هذا افونتاج، يعني تخيل كان عندنا كل 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 مدينه فيها ان فيستيفال اللي تيدير ورشات. علاش؟ المونتاج ديال الورشه هو كاين واحد يعني في وسط الورشه تقد تلقى واحد الطالب اللي هذاك السيد ما عارفوش راه عنده من صغره، نعم، يعني عنده واحد الموهبه واللي هو ما عارفهاش وحنا ما عارفينهاش. يعني الدور ديال الورشه هو تلقى واحد السيد يعني واحد الموهبه في الصوره ولا في المونتاج ولا في لوسون اللي هو ما كانش عارفها، وتتوجهوا ليها اللي تيولي انه فريمون تيحس براسو انه في هذاك الاتجاه تيحس هو انه تمكن منه. فنتمنى انه من خلال هذه الورشات اللي كتنظم على هامش المهرجان انه يكون واحد بدايه ديال انطلاق مبدعين مغاربه، وعلاش لا نشوفوا بزاف ديال الفاضل شويكات في المغرب. بيان سير، ما كانش نشوف يعني ما كانش انايا مثلا يقولوا مدرسه ديال فاضل شويكا، يعني تخرجوا منها بزاف ديال دي كرون شابيتور اللي يكونوا احسن مني. هذا هو الشرف، يعني بالعكس انايا اذا كانوا بحال هكا هذاك احسن لي انا من ناخذ لوسكار ولا ناخذ كان،
يعني ملي تكون عندك مثلا تيقول لك هذا السيد هذا راه معطل من المدرسه ديال فاضي شويكه ولا ان غون شاف اوبيراتور في العالم ولا في لافريك احسن لي راه عطوني الاوسكار هذاك الشرف ليا هو 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 تكون يكونوا ناس اللي يكونوا فوق علينا حنايا وفوق على الـ على الـ على الظروف ولا فوق على 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 وهذا ماشي غير شرف ليك ولكن شرف للبلاد ديالنا انه يكونوا عندنا مبدعين بالحجم ديالك ومازال باقي شاب ومازال ان شاء الله كنتسناو منك الكثير سواء على مستوى كمدير تصوير او كمخرج ان شاء الله. سي محمد الشوبي سوتوفوتشي اللي كيشارك في مسابقه المهرجان ممكن تقربنا اكثر من هذا الفيلم؟ سوتو فوتشي بطبيعه الحال هو قرب راسه من الناس هو تعرض وشافوا الناس يعني العمل واظن انه تجاوبوا معاه اكثر تجاوبوا معاه اللي يعني الفاعليه الفنيه اللي في اللي عنده الفاعليه ديال الاشخاص اللي شاركوا فيه الفاعليه ديال 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 المخرج حتى على يعني الموضوع عنده واحد الحبكه اللي كتخلي الناس يتعاطفوا معاه وياخذوا يعني يتعاملوا معاه ويشوفوه يعني ملي كتقول سوتو فوتشي كتقول واحد الحرفيه كبيره اللي كانت موراه يعني كانوا موراه ممثلين كبار كانوا تقنيين مزيانين مع الاسف ما تحش لينا الفرصه كان السي فاضل كان غادي يكون معنا وغيكون يعني شافوب ديالنا كان مشتغل ديك الساعه ما كانش مسالي ما الظروف ما سمحتوش يعني الظروف يعني الظروف المحيطه بالفيلم هي اللي كتعطي ديك الريزلت ديك النتيجه اللي الناس يعني تعاطفوا معها وعجبتهم وصفقوا لها. فكنتمناو مزيد من التألق للسي محمد الشوبي. شكرا. سواء على الشاشة الصغرى أو الشاشة الكبرى وكنتمناو حظ موفق لفيلم سوتو فوتشي في مسابقة المهرجان. نتمناو على الله. فربما غادي نعاود نرجع عندك ولكن غنمشي في كلمه اخيره مع سي فاضل شويكه. انا عجبني الحال يعني مثلا مشيت تشوف طاقم بحال هكا كله شباب مقابل اون ايميسيون هذا افونتاج يعني ديما نعطيو اولويه للشباب والانسان خصو يجتهد وما كاين ما احسن من لا ديسيبلين يعني عجبني الحال مثلا كنشوف كلشي لي كاميرامان دي جون كونسيبت جون لانيماتور جون هذا هو اللي خص يعني من الشباب تتنطلق الحضاره من الشباب نوعيو المجتمع وهادشي اللي بغيت نقول يعني عجبني الحال. شكرا طاقم صغير بحال هكا. شكرا سي فاضل ولكل مجتهد نصيب فما نصيب الجمهور المغربي في رمضان مع سي الشوبي. و في رمضان هذا العام كاين واحد المسلسل ديال الاستاذ سعيد ازار اللي هو صدى الجدران اللي غادي يتداعى على القناه الاولى تقريبا هذه هي الاشتغال اللي اشتغلت انا هذه السنه هذه تقريبا الوحيد وكان واحد الفيلم كنت درته شحال هذه وخدا جائزه في مهرجان طنجه هذه شي 4 سنين وغادي حتى هو يمكن خداته القناه الاولى العنوان ديال سميتو ميراج السراب او ايام الوهم للمخرج طلال السلهامي مخرج طلال السلهامي ومخرج شاب يعني مقيم في يعني في الديار الخارجية يعني شاب طموح جدا وخلوق وإنسان اللي زعما اشتغلنا معاه في واحد الظروف مزيانة في ديك لا سميتو الإنتاج ديال نبيل عيوش بطبيعة الحال وهادو هما يعني اللي في راسي أنا اللي في خباري اللي يمكن البرمجة عاوتاني تجيب شي واحد شي حاجة أخرين اللي ما عرفهمش أنايا شي تيليفيلم آخر ولا شي حاجة ما في راسيش هذا هما اللي في راسي اللي ولكن اللي هو اكيد هو انه الجمهور غيستمتع بالاعمال ديال السي محمد الشوبي سواء خلال شهر رمضان او خارج رمضان او في القاعات السينمائيه وهذا الشيء اللي عودتي عليه الجمهور ديالك فكنتمنى لك مزيد من التوفيق وعلى ايقاع الاجتهاد والتفاؤل والحلم كنقول لكم نتلاقاو بكم في حلقه اخرى من حلقات اللي كتقدمها لكم قناة المهرجان شكرا على الحضور عفوا شكرا